أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. أيها الإخوة الكرام، يسرني أن أستفتح هذه الكلمة الموجزة بأبيات لبعض مشايخ الحرمين الشريفين، وهو الإمام العارف بالله السيد محمد أمين كتبي رحمه الله، يقول: يا ليلة الاثنين ماذا صافحت يمناك من فضل أشم ومن غنى، يا ليلة الاثنين ماذا صافحت يمناك من فضل أشم ومن غنى، كل الليالي البيض، كل الليالي البيض في الدنيا لها نسب إليك، فأنت مصباح، فأنت مفتاح السنة. فالقدر والأعياد والمعراج من حسناتك اللاتي بهرن الأعين. لا شك أن هذه الليالي المباركة التي جاءت في التاريخ الإسلامي والتي لها فضائل عظيمة لا يشك فيها، لكنها هذه الليالي في الحقيقة هي من حسنات المولد. لولا المولد النبوي الشريف ولولا وجود هذا النبي الكريم ما كانت القدر، ولا كان المعراج، ولا كان الإسراء، ولا كان الفتح، ولا كانت بدر، ولا كانت الأمة الإسلامية بأسرها. فهو صلى الله عليه وسلم هو الأمة. فليلة الليلة هذه التي هي ليلة ميلاده تشرفت به، بل تشرف به الزمان صلوات الله وسلامه عليه. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وله روايات أخرى، وهو كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فتح الاحتفال به. بقي بعد ذلك أن يجتمع المسلمون ليتذاكروا في مسألة أخرى، لا في مسألة المولد هل يجوز أو لا يجوز، هل هو بدعة أو ليس ببدعة، وإنما عليهم أن يتشاوروا بماذا نحتفل وكيف نحتفل. أما أن نحتفل هل يجوز أو لا يجوز، هذا قد فتحه المصطفى بنفسه لما قال: ذاك يوم ولدت فيه. معناه ينبه الأذهان إلى وينبهها ويشير عليها بأن ترتبط به وأن تتنبه لهذا اليوم الذي هو يوم ميلاده. وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة.